مرحبا طالبات الصف الأول في وحدة حاسوبي، درس بعنوان أجزاء الحاسوب مساحة عملي. أهداف الدرس: يجب أن يكون الطالب في نهاية الحصة قادر على التعرف على الأجزاء الرئيسية للحاسوب، اتباع بعض إرشادات وقوانين الأمن والسلامة الأساسية أثناء استخدام الحاسوب. المصطلحات: الشاشة monitor، مكبر الصوت speakers، لوحة المفاتيح keyboard، الفأرة mouse، وحدة النظام system unit، الطابعة printer. مرحبا يا ريم. أهلا يا حمد. ماذا تفعلين؟ إنني أستخدم جهاز الحاسوب. وهل تعرفين يا ريم ما نوع جهاز الحاسوب الذي تستخدمينه؟ إنه جهاز مكتبي. أحسنتي، هل تذكرين الأنواع الأخرى؟ نعم، أذكرها: الحاسوب المحمول، الحاسوب اللوحي، الهاتف الذكي، الساعة الذكية، الألعاب الإلكترونية. ممتاز يا ريم، وهل تذكرين الأماكن التي يستخدم بها جهاز الحاسوب؟ طبعاً يا حمد، فقد تعرفنا عليها بالدرس السابق. طلابنا، هل تذكرونها؟ إذن لنعددها معاً: المدرسة، البنك، السوق، والمطار. وهناك أيضاً أماكن أخرى. يا ريم، هل تعلمين يا ريم أن للحاسوب أجزاء؟ أجزاء؟ وما هي أجزاء الحاسوب يا روبوت؟ إن الحاسوب يتكون من عدة أجزاء، وهناك أربع مكونات رئيسية وأساسية للحاسوب، وهي: وحدة النظام، وهو عبارة عن صندوق وهو أساس الحاسوب ويطلق عليه اسم عقل الحاسوب. الشاشة تشبه شاشة التلفاز ولديها عدة أحجام وأشكال مختلفة. لوحة المفاتيح وهي عبارة عن لوحة عليها أرقام وحروف ورموز. الفأرة لديها زران أساسيان، اليسار واليمين. وهناك أيضاً مكبر الصوت والطابعة. وجميع هذه الأجهزة يتم توصيلها في وحدة النظام. انظري يا ريم إلى تدريب رقم 1 من كتاب التدريبات والأنشطة صفحة 21، وقومي بتوصيل أجزاء الحاسوب بوحدة النظام. طلابنا، لنقم بحل التدريب معاً. رائع!
لقد قمنا بتوصيل الشاشة والطابعة، مكبر الصوت، الفأرة، ولوحة المفاتيح. رائع يا روبوت، إن للحاسوب أجزاء عدة. إذن لنقم بتذكر هذه الأجزاء. فلنفتح كتاب التدريبات والأنشطة، تدريب 2، صفحة 22 و 23. ضع علامة صح أسفل صورة وحدة النظام. أيهما يا ترى وحدة النظام؟ أحسنتم، ممتاز. ضع علامة صح أسفل صورة لوحة المفاتيح. أين هي لوحة المفاتيح؟ أنتم رائعون. الآن سنضع علامة صح أسفل صورة الطابعة. أي من هذه الصور صورة الطابعة؟ ممتاز. انظروا أيضاً لهذه الصور، أي منها صورة الشاشة؟ أحسنتم، رائع. والآن ضع علامة صح أسفل صورة الفأرة. ممتاز. وأخيراً، أين هو مكبر الصوت؟ أحسنتم، بارك الله بكم. حمد، ماذا تفعل؟ أقوم بفصل الأسلاك الكهربائية. ولكن هذه طريقة خاطئة يا حمد، فسوف تسبب الضرر لنفسك ولجهاز الحاسوب. نعم يا ريم، وهناك قواعد لاستخدام الحاسوب. قواعد لاستخدام الحاسوب؟ ما هي يا روبوت؟ يجب عليك يا حمد المحافظة على مكتبك وحاسوبك، وذلك يكون بتجنب الأكل والشرب أثناء استخدام الحاسوب، كما يجب عليك الحذر عند التعامل مع الأسلاك الكهربائية. وتذكر أيضاً يا حمد، يجب أن تحافظ على صحتك أثناء استخدامك للحاسوب. كيف يكون ذلك؟ انظر يا حمد إلى طريقة جلوسك على الكرسي، هل تشعر بالراحة؟ نوعاً ما. إنها طريقة جلوس خاطئة يا حمد، فيجب عليك أن تجلس بطريقة مستقيمة. كما انظر إلى يديك يا حمد وطريقتك بالطباعة واستخدام الفأرة، إنها خاطئة وستسبب لك الألم في يديك، فهذه هي الطريقة الصحيحة للطباعة واستخدام الفأرة. انظر إلى الفرق بينهما.
شكراً لك يا روبوت، سوف أكون حريص أكثر في المرات القادمة. انظر يا حمد إلى مساحة عملك، إنها تحتاج إلى تنظيف. لنقم بإزالة الأشياء التي لا يجب أن تكون بجوار الحاسوب. طلابنا، تستطيعون مساعدتنا؟ إذن قوموا بحل تدريب واحد من كتاب التدريبات والأنشطة صفحة 45. ضع دائرة حول الأشياء التي لا يجب أن تكون بجوار الحاسوب. هنالك 8 أشياء يجب أن لا تكون بجوار الحاسوب. هل تستطيعون أن تضعوا دائرة حولها؟ إذن هيا بنا. 1، أحسنتم. 2، ممتاز. 3، أنتم رائعون. 4، بقي 4 أشياء. 5، بارك الله بكم. والآن لنكمل حل تدريب 2 من كتاب التدريبات والأنشطة، افتحوا كتاب صفحة 46. ما هي وضعية الجلوس الصحيحة يا ترى؟ ممتاز، أحسنتم، هذه هي الطريقة الصحيحة. انظروا إلى الصور في صفحة 47 من كتاب التدريبات والأنشطة. ما هي وضعية اليد الصحيحة للطباعة؟ بارك الله بكم، أحسنتم. والآن انظروا لصفحة 48 من كتاب التدريبات والأنشطة. ما هي وضعية اليد الصحيحة لاستخدام الفأرة برأيكم؟ أحسنتم، بارك الله بكم. شكراً لك يا روبوت، لقد كان الدرس اليوم مفيد جداً وقد تعلمنا الكثير. إذن لنقم يا ريم بتلخيص ما تعلمنا. ماذا تعلمنا؟ لقد تعرفنا على الأجزاء الرئيسية للحاسوب كوحدة النظام والشاشة، لوحة المفاتيح، الفأرة، الطابعة، ومكبر الصوت. كما طبقنا بعض إرشادات وقوانين الأمن والسلامة أثناء استخدام الحاسوب، ومنها تجنب الأكل والشرب أثناء استخدام الحاسوب، الطريقة الصحيحة للجلوس واستخدام الحاسوب أثناء الطباعة. وبذلك أحافظ على صحتي. وفي نهاية الدرس، إلى اللقاء، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح.